وللتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من كامبالا بأوغندا سيد فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني السابق والصحفي والمحلل السياسي. سيد فيصل أحييك، كما أحيي أيضا ضيفي عبر الإنترنت من القاهرة السيد عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني. أهلا بك معنا سيد عطاف. أبدأ مع سيد فيصل محمد صالح، وطبعا انطلاقا من حديث الفريق العطوة الذي استمعنا إليه الآن، من أنه لا يأبه لكل الدعاوى التي تتحدث عن وقف الحرب، وأكد على أن القوات المسلحة لا تنتمي لأي جهة، وأن هناك ثمت مخطط مرسوم لتجزئة البلاد. هل تتفق مع ما طرحه العطا في هذا السياق سيد فيصل أم لا؟ شكرا لك أستاذ أحمد، وحييك وحيي صديق الزميل العطاف والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أولا يعني مفهوم جدا هذا خطاب تعبئة واستنفار، يعني هو يخاطب في قوات مستنفرة في التدريب وكذا، وبالتالي في هذا السياق هذا الخطاب مفهوم جدا. أنت لا تأتي في مثل هذه المنابر لتقدم إما تحليل سياسي أو تقدم آراء مختلفة، بتعمل على التحريض والتعبئة والاستنفار والاستمرار للقتال. لذلك أنا أعتقد أنه في هذا الإطار مفهوم جدا، ولا أعتقد أنه أي شخص في مكانه يمكن أن يقول حديث غير هذا. لكن إذا أنت أخضعت بعد هذا الكلام إلى تحليل وكذا، في كثير من النقاط التي يمكن الرد عليها بشكل واضح ومباشر، والقول بأنه هذا صحيح وغير هذا صحيح، بدءا من الحديث عن المخططات الخارجية، وكأنها بدأت يوم 15 أبريل. ياسر العطا وغيارة الجيش مع الدعم السريع كانوا جزء من المخطط ضد الانتقال الديمقراطي والتآمر على الثورة، وكانوا مدعومين من نفس المحور الذي يتهمونه الآن بدعم الدعم السريع. كانوا مدعومين من نفس المحور، تآمروا على القوى المدنية، تآمروا على التجربة بتاعت الانتقال الديمقراطي، تآمروا على الثورة وعلى قوى الثورة، حتى نفذوا معا انقلاب 25 أكتوبر. فليس هذا يعني أمر جديد. الذي حدث الآن بشكل واضح ومباشر إنه بدل أن تكون الدعم السريع يد باطشة يستخدمونها ضد الثورة وقوى الثورة وغيره، كبرت طموحات حميدتي، فبدل من أن يكون يد باطشة لغيره قرر أن يعمل لحسابه ولمصلحته الشخصية. هذه هي نقطة الفراق الأساسية، نقطة الخلاف الأساسية بين القيادة الحالية للجيش السوداني وبين الدعم السريع، أنه رفض أن يكون أداة تستخدم، صارت عنده طموحات شخصية. هو ليس خاليا من العنف ومن التآمر ومن الرغبة في السلطة مثلهم واحد، فأعتقد أن طموحاته كبرت وقرر أن يعمل كمركز مستقل من قيادة الجيش، وبالتالي هذا هو الخلاف الأساسي الذي فجر الحرب والذي جعل الحرب تستمر حتى الآن. كل طرف يريد القضاء على الآخر ليكون هو المركز المستقل أو المركز الوحيد الموجود في السلطة الآن. لكن الفكرة أستاذ فيصل المتعلقة بكيان وكينونة السودان، كيان السودان الحالي، القوات المسلحة، قيادات القوات المسلحة، البرهان والعطا والكباشي، معظمهم يتحدث على أن هذا الكيان الآن واقع تحت ضغط شديد، من الممكن ألا تكون السودان بعد انتهاء هذه الحرب، إذا انتصر الدعم السريع كما يقولون أن تكون سودان واحدة ستجزأ إلى يعني إلى دولتين إلى ثلاثة أيا كان. العطا يتحدث في هذا السياق، يقول أن إذا أردتم السودان بهذا الشكل، سودان واحد، يجب أن تستمر هذه الحرب إلى نهايتها والانتهاء تماما مما سماه هو ميليشيا الدعم السريع. هذا المنطق صحيح؟ أبدا، هو ليس لديه القدرة. هذا الكلام قيل أكثر من مرة. الآن القوات المسلحة بوضعها الحالي ونتيجة لسياسات وأخطاء القيادة، أنا لما أتحدث عن القوات المسلحة أفرغ بين الضباط وصغار الجنود والضباط اللي هم جزء من أبناء السودان الحريصين على وحدة السودان وكيانه، أفرغ بينهم حقيقة وبين أخطاء القيادة السياسية والعسكرية للجيش السوداني، وأنا مصر على تسميته لأنهم هم كانوا يعملوا بالسياسة ولم يعملوا بتنمية الجيش وتطويره وتسليحه وغيره. فالمخطط صحيح موجود، وإذا استمرت هذه النقطة، هي نقطة الخلاف هنا، إذا استمرت هذه الحرب هذا هو ما يهدد الكيان السوداني بالتشرذم وبالتشتت وبالتمزق. الذي هو حريص على إبقاء الكيان السوداني، حريص على وحدة السودان، حريص على معالجة الأخطاء وإعادة لحمة الوحدة الوطنية في السودان، عليه أن يسعى أولا لإيقاف الحرب. استمرار الحرب كل يوم يستنزف ويخلق أرواح نوع من العصبية القبلية، حتى هذا الاستنفار مع الأسف
أنا مثلا أؤمن بأنه من حق الناس أن يدافعوا عن نفسهم، هذا حق شرعي تغره الشرائع والقوانين الدولية والمحلية، أفرق بينه وبين محاولة شحذ واستنفار الناس تحت شعارات إثنية وغبلية سواء من هذا الجانب أو ذاك الجانب. ولذلك الحفاظ على كيان السودان من التشتت والتمزق يبتدي بالعمل على وقف الحرب. الحرب هي التي تمزق السودان، الحرب الآن هي التي تشتت السودان وتخلق أحقاد بين القبائل وبين الجهويات وبين المجموعات الإثنية. فالتصور بتاع أنه السودان مهدد صحيح، ما يطرحه من علاج هو يزيد من الأزمة ولا يعالج الأوضاع. أستاذ عطاف، يعني ما ذكره العطا على ما يبدو ظاهريا يضرب فكرة المنبر جدة. الجيش كان واضح، الحكومة السودانية منذ أيام، أن منبر جدة هو المنبر الأوحد وأنهم سيتعاطون إيجابيا مع منبر جدة إذا عاد للالتئام مرة أخرى. كلام العطا النهاردة واضح وصريح، لا سلام مع الدعم السريع، ولن يكون هناك مكان للدعم السريع في مستقبل السودان، يعني الانتهاء منه بالحرب. أليس هذا يتعارض مع فكرة حرص الدولة السودانية والجيش السوداني على منبر جدة والذهاب إليه لبدء التفاوض أم لا؟ أم لك قراءة مختلفة؟ حبيك أستاذ أحمد طه وأستاذنا فيصل، أنا بعتقد أنه الأحاديث التي تطلق في المناطق العسكرية التي يقولها القادة ويقولها مثلا القرآن وياسر العطا تحديدا، هي أحاديث تأتي في المخاطبة العسكرية والحشد العسكري، أو دعنا رفع الهمة للجنود وللمستنفرين. لكن إذا حللنا هذه الأحاديث، ومثلا حديث البرهان الأخير الذي قاله في جبيل وجهه انتقاد حديثا لحميدتي ولقوى الحرية والتغيير ولتغدو، ونعتهم بألفاظ يعني حادة جدا. في ذات الوقت كان شمس الدين الكباشي يحاور ويناور في المنامة لثلاث جولات كما كشفها زميلنا وصديقنا مزمل أبو القاسم. في ذات الوقت كان خاطب ورد البرهان على حمدو ووافق بالتقائه والتقدم وبإطار محدود ووضع الشروط التي جاءت في الرسالة التي بثت في الأسافير. لكن في مجمل الأوضاع، يعني مثلا في منبر جدة أو المفاوضات التي دارت في الإيجاد، نجد أن البرهان اللي هو مثلا نحن نعتبره حتى الآن هو رأس السلطة السياسية والعسكرية، يتفق ويدعو إلى السلام ولا يذهب إلى السلام، ويدعو إلى الحرب ولا يطلق يد الجيش وعنانه لخوض معارك كبيرة. والشاهد في ذلك يعني هنالك العديد من الشواهد. مثلا كان في اللقاء الأول أو الاجتماع الأول للإيقاف في هذه الأزمة، مثله نائبه عقار، لم يدخلوا إلى القاعة وضعوا دون شديد جدا لهيئة الإيقاف ولأبي أحمد تحديدا وللرئيس الكيني، وهذا كان رد فعل أيضا لأنه إثيوبيا وكينيا طالبوا بحظر الطيران وعدم استخدام الأسلحة، وأن القيادة السياسية الموجودة الآن على السلطة في السودان هي غير راشدة ولا تضع. المهم صار الجدل وكانت قطيعة، ومن ثم عاد البرهان وسافر إلى نيروبي والتقى الرئيس الكيني والتقى أيضا وسافر إلى أديس أبابا والتقى الرئيس الوزراء الأثيوبي وقال لهما امضوا في السلام وما إلى ذلك. عندما استقبلوا حميدتي قطع الطريق أمامهم وقال كيف تستقبلونه، وانسحب للإيجاد وعلق الإيجاد. وأيضا كانت المناورة أو المقابلة التي كان يريد أن يجيها مع حميدتي في الإيجاد أيضا هنالك، لكن اعتذر حميدتي أو تأخر لأسباب فنية في جيبوتي، وهو كان عازم إلى الذهاب. فكل هذه الأمور تريد أن تكون ربكة سياسية حقيقة، وهذا مردها إلى قياب السياسي في مجلس السيادة الموجود الآن. هنالك تضارب كبير وبدأ في الحكومة وبدأ في تحركات الجيش، ولا حتى الغضب الذي يدور الآن في الجيش. طيب العمليات يعني
أعطاف أنتم كتبتم عن موضوع يعني ما سميتموه حتى انقلاب داخل الجيش والقبض على عدد من الضباط ضباط القوات المسلحة في أم درمان. هل الأمر يعني بعد ذلك أصبح واضحا أنه لم يكن انقلابا والأمور كانت في عدد قليل للغاية من الضباط 3 أو 4 برتب متوسطة؟ يعني هل اتضحت الأمور الآن أعطاف في هذا السياق أم لا؟ هنالك لقطة في هذا الأمر. نحن كتبنا أنه تم احتقال الضباط تحت ستار أنهم يريدون الإعداد إلى انقلاب. وحتى هنالك قيادات عسكرية تحدثت لنا وقالت هؤلاء من الذكاء يعني لا يمكنهم قيادة انقلاب من هذا المكان. نحن قلنا تم احتقالهم لذلك. والأغرب أن احتقالهم سيد أحمد أولئك الضباط الكبار هم يعني فاعلين جدا في العمليات الأخيرة التي نفذت في أم درمان ونفذت في 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 الخرطوم، وهم غادة ميدانيين وغادة للمستنفرين وغادة للمتحركات، وأحدهم أيضا قائد إدارة الدفاع الجوي ومسؤول المسيرات والتشويش على المسيرات المضادة. وجميع يعلم ماذا فعلت المسيرات مؤخرا في قوات الدعم السريع. فكان هنالك هل هنالك مؤامرة على هؤلاء الضباط؟ البعض أيضا تحدث وخرج أو أيضا سربوا إلى بعض الجهات الإعلامية أجنحة الجيش إنهم خالفوا تعليمات القادة. يعني حتى التبرير هنا غريب، إنه خالفوا تعليمات أو لم يخبروا القيادة العليا للجيش بتحركاتهم الأخيرة نحو الدعم السريع وكبدوا الدعم السريع خسائر فاتحة في قوات التمرد في التلاحف العتاد، فقالوا إن هذا الأمر ليس بتعليم. جهات أخرى أيضا غريبة جدا من صناعة القرار ومن وسط دارفور قالوا أن الأمر مرده إنهم يريدون القيام بانقلاب واحتقالات، وهنالك تنسيق لديهم مع القيادة العامة في الخرطوم ومع التنسيق والسودان، وهنالك لواء ضالع أيضا في هذا الأمر، ويتم الإعداد كان إنه احتقالات هيئة الأركان واحتقالات لمجلس السيادة، ومن ثم يكون يعني انقلاب بارد ليس فيه هنالك قتال ويخشون من الانتقاءات. فكل الاحتمالات واردة، لكن الأمر الرئيسي أن هنالك الضباط تم احتقالهم لا نستطيع الآن الجزم بما هو كان سيجري أو ماذا، لكن الاحتقال تم. والأغرب أنه هم غادة كبار ولهم يعني أدوار كبيرة جدا في الحرب الدائرة. طيب أعود لك سيد فيصل في الموضوع الذي أشار له ياسر العطار، فريق ياسر العطار، أن الجيش ليست له أيديولوجيا، لا ينتمي لجهة محددة، هو جيش مهني لكل السودانيين. يعني هل هذا الكلام دقيق؟ لأن ما زال هناك بعض الساسات يتهمون الجيش بأنه الآن مخترق من قبل الإسلاميين، مخترق من قبل النظام السابق. أنت إلى أي رأي تميل؟ شيئين. أولاً القيادة العسكرية للجيش نفسها لديها طموحات سياسية. أنا أتعامل معهم باعتبارهم حزب سياسي، هم يريدوا أن يحكموا. هم منذ سيطروا منذ أبريل 2019 طوال فترة التفاوض، مرحلة فض الاعتصام كان انقلاب عسكري للسيطرة على السلطة، حاولوا أن يتملصوا، المعاكسات التي حدثت للحكومة المدنية. أنا أتعامل معهم هم نفسهم باعتبارهم حزب سياسي لديهم رغبة في الحكم وطموحات سياسية أن يبغوا إلى فترة غير محدودة، ولا يرغبوا في تسليم السلطة للمدنيين ولا غيره. فهذا أول حاجة، هذه القيادة هي قيادة سياسية مسيسة ولديها طموحات، ثم نتيجة لهذه الطموحات بتجري تحالفات مع مجموعات سياسية أخرى. لما نحن نقول الجيش مسيس، هل أنا أعني إنه أي ضابط أو أي عسكري في الجيش منتمي لهذا الحزب أو ذاك؟ أنا لا أعني ذلك بالضرورة، لكن القيادة الموجودة مسيسة، بمعنى إنها هي نفسها لديها برنامج سياسي وتريد أن تستمر في الحكم والسيطرة على السلطة، ثم إنها تجري تحالفات سياسية. حتى علاقتها مع الدعم السريع كان عبارة عن تحالف سياسي، اشتغلوا مع بعض لفترة طويلة ثم اختلفوا. كما ذكرت الطموحات كبرت في الجانب الآخر وصارت الطموحات متضاربة، ثم الآن هم متحالفين مع المجموعات الإسلامية ولديهم كتائب مسمى بأسمائهم، يعني ولديهم قيادات منفصلة من الجيش. يعني يقول لك محلية فلان دعوة لاستقبال غائد كتيبة البراء وهكذا، ورجل هو مدني ينتمي للتيار الإسلامي الآن لديه رتبة عسكرية،
والكتائب تحمل علم غير علم الجيش السوداني وغير علم السودان، ولديها شعارات ولديها رموز وهكذا. يعني هم الآن في تحالف مع مجموعة سياسية، وهذه التحالفات كما ذكرت تعددت. هم منذ اليوم الأول بيعملوا تحالفات سياسية. في المرحلة بتاعت الانقلاب العسكري تحالفوا مع مجموعة الكتلة الديمقراطية اللي هم ناس جبريل ومناوي وأردول وغيرهم، ثم ربما شعروا بأنه هؤلاء لا يملكوا يعني أرضية سياسية كبيرة تسعفهم وتدعمهم، فاتجهوا إلى هذه التحالفات. فهي قيادة مسيسة لديها طموحات سياسية وتتحالف مع مجموعات سياسية. أستاذ فيصل، أنا طبعا يعني ليس لدي دراية كبيرة بتاريخ السودان، لكن لأن البعض بيقول أن فكرة أن قيادة الجيش مسيسة ولديها طموحات سياسية هذا ليس بجديد على الإطلاق، ولعل ما ساعد في ذلك هو حتى القوى والأحزاب السياسية في تاريخ السودان، يعني على الأقل في 70-80 عام الماضية. أما في يخص التحالف قيادات الجيش مع قوى سياسية، هو يقول لك أيضا أن الآن بعض القوى السياسية المدنية أصبحت من وجهة نظرهم مجرد ذراع سياسي لميليشيا الدعم السريع على حد تعبير قادة الجيش، فضلا على أن الدعم السريع أتى بمرتزقة من خارج السودان. وبالتالي يقول لك إذا كان أتى بمرتزقة فلماذا لا أتي أنا بالسودانيين ليدافعوا عن أنفسهم؟ إذا كان لديهم ذراع سياسي من بعض القوى المدنية، ما العيب أن يكون أيضا لدي ذراع سياسي من قوى مدنية أخرى؟ يعني هكذا الأمور على ما يبدو تسير في السودان سيد فيصل، أليس هذا صحيح؟ لا أنا لست في معرض الدفاع عن الدعم السريع ولا عن أي قوة حتى إذا كانت متهمة بالتحالف مع الدعم السريع وغيره. هم لديهم ناطقين رسميين ومتحدثين يستطيعوا أن يردوا على ذلك، ولكن لعله لو قال هذا يمكن يبدو الكلام أكثر معقولية. هو ينكر هذه التحالفات تماما، لكن هو الذي بدأها الحقيقة. يعني الحقيقة أنه هذه التحالفات بدأت منذ فترة طويلة كما ذكرت، منذ انقلاب 25 أكتوبر، وفي ذلك الوقت كانوا هم والدعم السريع قوة واحدة. هم بدأوا التحالف مع المجموعات الإسلامية منذ انقلاب 25 أكتوبر، في ذلك الوقت هم والدعم السريع كانوا قوة واحدة، ولعلي هذه واحدة من نقاط الخلاف مع الدعم السريع. فالمتش أيضا أنت ممكن ترجع لتصريحات، تفتكر في الجزيرة عرضت عشرات المرات لما كان ياسر العطا والبرهان وغيرهم يقول إنه الدعم السريع جزء من الجيش وهم تحت قيادة القيادة العامة وإنه ما في خلافات وكذا، ولم يحاولوا حتى أن يطرحوا في يوم من الأيام فكرة ضم الدعم السريع في الجيش. هناك حوارات موجودة أعتقد في الجزيرة وفي قنوات أخرى عندما كان الصحفيين يحاصرون البرهان وياسر العطا حول لماذا لا يتم دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كانوا يقولوا هي أصلا جزء من الجيش، وهناك أشياء مثل هذه. فهي أخطاء متراكمة ربما يكون في أطراف كثيرة مسؤولة منها، حتى القوى المدنية ممكن تكون لديها مسؤولية في ذلك، لكن محاولة القيادة السياسية والعسكرية للجيش التملص من مسؤوليتها هذا ما لا يجوز، وهذا ما تدحضه براهين كثيرة. ابقى معي سيد فيصل. سيد عطاف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أحييك سيد مرغني. على ما يبدو كنا نحاول أن نقرأ في تصريحات الفريق ياسر العطا الأخيرة والتي تذهب وتدفع في اتجاه الحرب، ولا هدف إلا القضاء على الدعم السريع بشكل نهائي واستعادة السودان كما كانت قبل هذه الحرب. لعلنا كنا نقول هل هذا حديث يصب في صالح السودان؟ هل الجيش حسم أمره أنه لا سلام ولا تفاوض مع الدعم السريع بهذه الخطابات الأخيرة؟ أم أنها مجرد خطابات تشجيعية يعني داخل أروقة القوات المسلحة؟ يعني السابق كان هناك تصريحات للرئيس البرهان نفسه قائد الجيش، وتحدث فيها سابقا يعني قبل حوالي شهر تقريبا، تحدث فيها عن إغلاق كامل ونهائي لباب التفاوض. ثم بعد ذلك أتت تسريبات إعلامية أكدت أنه في اللحظة التي كان يقول فيها ذلك كان هناك اجتماعات تتم في العاصمة البحرينية المنامة بين الجيش والدعم السريع، ولقاءات مباشرة وعلى مستوى القمة يعني النائب القائد العام لكل الطرفين. فإذا أحيانا مثل هذه الحديث لا يمكن التعويل عليها بشكل قاطع أنها تمثل الحقيقة وراء الكواليس. هناك خطاب دائما موجه للجنود في المواقع العسكرية لابد أن يحمل درجة من الحماس ودرجة من التشدد في المواقف، باعتبار أن ذلك ما يمكن أن يقال لشخص يحمل البندقية
ويجلس داخل الفندق ولا يمكن أن يسترخي لحظة أو يغفل أو تطرف عينه، لا بد أن يكون دائما في لحظة حماس للمواجهة. فهذا الخطاب أنا أعتقد خطاب دائما هو محلي جدا للبيئة التي يخاطبها في لحظتها، لكن الواقع أن الأبواب كلها مفتوحة، المسارات كلها مفتوحة، هناك عمل عسكري على أشده الآن في مختلف المناطق في العاصمة، وهناك أيضا بالتوازي معه محاولات لإيجاد حل لقضية التفاوض. المنابر مغلقة كلها حاليا، لكن هناك أكيد تفاوض على مستويات عدة، يعني حتى قضية الإنترنت المقطوع الآن للدهشة، هناك تفاوض بين الطرفين في كيفية التعامل مع هذه القضية وحلها، يعني كقضية جزئية وليس قضية عامة، قضية إيقاف الحرب. فمعنى ذلك أن الأبواب مفتوحة بين الطرفين وهناك مفاوضات مستمرة، وأنا أعتقد أن الحسم النهائي سيكون من هذا المسار التفاوضي. الحسم سيكون بالتفاوض وليس بالسلاح والعمل العسكري. كلام مهم يحتاج لي مزيد من النقاش، لكن قبل ذلك دعونا نذهب لهذه الأخبار الحديثة. فقد قال مارتن جريفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن انقطاع الاتصالات في السودان يمنع الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحويل الأموال، كما يعيق الاستجابة الإنسانية، وهذا غير مقبول. وتابع عبر حسابه على منصة إكس قائلا: أحث جميع المعنيين على استعادة شبكة الاتصالات في جميع أنحاء السودان على الفور. في السياق الإنساني، حذرت كليمنتين سلامي منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان من انقطاع خدمات الاتصالات في السودان، وقالت في تدوينة على منصة إكس إن الانقطاع المستمر للاتصالات السلكية واللاسلكية في السودان يمنع الملايين من الأشخاص من إرسال واستقبال الأموال بينما هم في أمس الحاجة إليها، كما يعيق انقطاع التيار الكهربائي أنشطة الاستجابة الإنسانية المهمة ووصول الناس إلى المعلومات المنقذة للحياة. وفي هذا السياق، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا متداولا يظهر اصطفاف عدد كبير من السودانيين أمام أحد الفنادق في بورسودان للحصول على خدمة الإنترنت، وقد اشتكى مواطنون من الارتفاع الصارخ في أسعار الحصول على خدمة الإنترنت، إذ قالوا أنها بلغت نحو 30,000 جنيه سوداني للساعة الواحدة. فلنتابع. اشترى قريب بالمناسبة كنا قبل 3 شهور ولا 4. لا شوف ورق الفعربية، الفعربية ورق دقيق. أبي شو عليك والله يا حاج جنبك. لا هو هذا أرجع يجيب أجيب كل ذي وقت. لا ما يستعلم كذا أو يرجع. إلا تخوي جوا بعد ذاك تفتح النت تخوي جوا. عازم كورال وعازم همين ضيافة كورال. فندق كورال الناس دي كلها واقفة عشان النت طبعا. فندق كورال بأجر الشبكة خانه الساعة 30,000. فندق كورال. عودة للنقاش وللأستاذ عطاف. أستاذ عطاف، ما يحدث في هذا السياق حقيقي بهذا الشكل؟ الناس بتقف على أبواب الفنادق لكي تدخل تستخدم ساعة إنترنت بحوالي 30,000 جنيه سوداني. أنا الحقيقة أعتقد بالدولار ممكن يكونوا كم؟ 5 دولار مثلا؟ 30 دولار تقريبا في السوق السوداء. يعني هذه البنوك أساسا ليست لديها ريت، يعني ليست لديها دولار، لكن السعر الموازي ممكن تقول 35 دولار بالطبع. وطبعا هو جشع كبير جدا، ودي حاجه من تمصرات الحرب، يعني اخرجت جشع كبير جدا في الفلوس. ما يحدث من هذا الفندق يعني انا بالنسبه لي ما غريب، يعني عندما هنا في الارض بدات هذه المزايدات في ارتفاع اسعار ايجارات الفنادق. يعني مثلا في ولايه الجزيره عندما كانت المنزل لا يتجاوز 100,000 ارتفع وصل إلى 600,000. كان 600,000 في ذلك الوقت 1,000 دولار، كلها سكن وغرفتين وحمام ومطبخ، وهكذا في كافة
أين ربي يعني اسمح لي أسألك أين الحكومة السودانية من هذا، من هذه المعاناة للسودانيين في هذا السياق، سياق الإنترنت، سياق غلاء الأسعار بشكل فاحش للإيجارات إلى آخره، فضلا طبعا عن المواد الغذائية؟ طبعا أستاذ أحمد ما في حكومة، يعني من 25 أكتوبر من الانقلاب أنا قلت لك ما في حكومة، البرهان لم يعين رئيس وزراء منذ الانقلاب في 25 أكتوبر، وحتى الآن الموجود هو موظف في مجلس الوزراء مكلف بهذه المهام يغير في الوزراء، لكن عموما هنالك ليس حكومة بالأمر الفعلي، يعني ترى جبريل وزير المالية مبرر كيف إتشاء يعيد موازنة، حتى الآن إحنا كصحفيين لم نطلع عليها، يعني الآن موازنة حرب لا نعرف ناتج قومي مالي لا ناتج قومي محلي، لا هي على ماذا تقوم، يدعم الصحة بماذا، يدعم الجيش بماذا، هذه أرقام غير موجودة، يعني ميزانية ذاتها ميزانية عدمية، وقالوا كل شهرين سنجتمع حتى نجيزها، ورفع أسعار الدولار الدولي ورفع على المشاكل، كل هذه أمور طبعا يقول لك أنه هو قيام الحكومة تماما، هذا هو أو القيام الإرادة السياسية التي جعلت هذه الحرب تشتعل، يعني في صراع الدمرانين نحو الانفراد بالكرسي. أيضا هنالك مشاكل أخرى، يعني مثلا أجهزة حتى ستارلينك الأقمار الصناعية وهي موجودة ممكن تأتي بمبالغ بمتناول اليد، مثلا يشتركوا فيها إحدى البنايات يشتركون فيها، منعت في أمر جهات الاتصالات، يعني تضييق كبير جدا، وهذا ليس طرف أستاذ أحمد طه، الآن الناس تعاني الأمرين، الحصول على تحويلات مالية من أهاليهم ومن أولادهم في الخارج أو حتى من الداخل، خدمة الخدمات البنكية مثل تطبيق بنكك الآن شبه متوقف لأنه لا يوجد كهرباء ولا توجد إنترنت، كل هذه الأمور تلقي عباء كبير جدا على كاهل المواطن السوداني والناس النازحين، حدث الآن عن 10 ملايين نازح ولاجئ يعني داخل وخارج السودان، كل هذه الأمور يعني معاناة كبيرة، يعني سفرتها الأمم المتحدة بمكاتبها العديدة. أنا أعتقد الآن يجب على الحكومة إن كانت هنالك حكومة أو على البرهان أو على الاتصالات وجنوب قطاع من الآن، يعني يجب أنه ما يضيق على الناس إجلاب أجهزة الاتصال، يعني أن نرى الجشع الآن الذي والتكسب الرخيص من الرأسمالية ومن أصحاب الفنادق ومن أصحاب الإنترنت المقاهي الأخرى وفروها بشكل أو آخر عبر فايبر أو عبر خدمات كلار، لكن هذه الأمور يجب أن يعني لابد من فتحها حتى الناس تحل هذه الأزمة، طالما الاتصالات الآن مقطوعة وكما قال الأستاذ عثمان مرغن يتفاوضون لإرجاعها إلى دارفور وإرجاعها إلى الخرطوم وإرجاعها إلى السودان، إذا هنالك سياسة شد الحبل بين البرهان والحميتي الضيع الشعب السوداني، ضيع الشعب السوداني حقيقة، يجب الإفراج عن هذه الأجهزة والسماح أنها تكون متاحة. نعم، أريد أن أخذ منك حتى يعني الوقت يتصرف من بين أيدينا للسيد فيصل. سيد فيصل، يعني هل ما يحدث في السودان، هل هذه الحرب حرب مفروضة على القوات المسلحة؟ بمعنى أنها لم تختر هذه الحرب، هي وضعت في موقع المدافع عن تواجد هذه المؤسسة العريقة عن السودان ككتلة واحدة. بمعنى يعني أنا كنت أتحدث إلى أحد الصحفيين الذين يروجون لفكرة الحرب والاستنفار، وقال لي أن نحن أمام ما يشبه احتلال من قبل الدعم السريع للسودان، المحتل يجب أن يقاوم كما يحدث في الأراضي المحتلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهما كانت الكلفة من الأرواح ويعني من كل ما نرى من عنة على المواطن السوداني. هذا الطرح بهذا الشكل صحيح؟ أنا أعتقد أنه واحد من الناس اللي يقولوا مثل هذا الكلام معظمهم هم مغيمين خارج السودان مع الأسف الشديد، لا يفهموا ما تعني المعاناة بالنسبة للشعب السوداني ولا الحياة البائسة اللي بيعيشها ملايين السودانيين، ولا يعرفوا ماذا يعني أن تكون هناك 10 ملايين مواطن سوداني نازح ولاجئ، ولا يعرفوا التكلفة القاسية جدا للحياة، وهو قطع الإنترنت الآن يضعف من الصعوبات، انتشار الأمراض، ما في خدمات طبية، ما في خدمات مواصلات، كل هذا لا يعنيهم في شيء يعني. لكن دعني أقول مرة ثانية، مسألة الحرب فرضت، القوات المسلحة هي التي قادت البلاد إلى هذه الأزمة، القيادة الموجودة الآن على القوات المسلحة، كان هناك
موثيقة دستورية، كانت هناك حكومة مدنية، كانت هناك شراكة بتواجه صعوبات لكنها كانت تمضي. لو كان لم يقم الانقلاب في سنة 24 كانت موضوع الشراكة انتهى، يفترض الناس أن يدخلوا في انتخابات ديمقراطية وتكوين مجلس برلمان منتخب وحكومة منتخبة. من الذي أعاق كل هذا؟ من الذي خلق الأزمة السياسية الحالية؟ حتى الدعم السريع، من الذي دعا يعني جعل الدعم السريع يستشري بهذا الشكل؟ أليست هي القيادة الحالية للقوات المسلحة هي التي برهان وكباشي وياسر عطا يحضروا حفلات تخريج قوات الدعم السريع؟ كل شهرين ثلاثة بيخرجوا 5,000 من القوات، هم يمشوا ويرقصوا ويعني يمارسوا كل أنواع الفرح في ذلك، وهم لم يستطيعوا أن يجندوا 1,000 عسكري في الجيش السوداني. فهم مسؤولين عن تمدد واستشراء الدعم السريع وإعطاء كل هذه الإمكانيات مقابل إضعاف القوات المسلحة وحصرها، لأنهم لم يكونوا مهتمين بها، كانوا مهتمين بالنشاط السياسي وبالنشاط الاقتصادي. طيب لكن أستاذ فيصل أنا آسف للمقاطعة، لا يعني اسمح لي، لأن ممكن البعض يقول لا الأستاذ فيصل متحمل على القوات المسلحة وعلى قيادة. نعم هم من فعلوا ذلك مع الدعم السريع عندما كان يعمل عملا شرعيا وجزء من القوات المسلحة، لكن استيقظوا صباح يوم ما فرأوا أن الدعم السريع انقلب على الشرعية وعلى المؤسسة وعلى الدولة، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ أول حاجة هم انقلبوا معا على الشرعية، هم انقلبوا معا، الجيش نفسه مع الدعم السريع عملوا انقلاب في 25 أكتوبر، انقلبوا على الشرعية تحت الوثيقة الدستورية كانت موجودة والانتقال الديمقراطي، فهم نفسهم ليسوا شرعيين ولذلك لم يستطيعوا أن يشكلوا الحكومة. فحتى لو كان الدعم السريع ينفذ انقلاب، هذا انقلاب على انقلاب. فإذا أنت أردت أن تقاوم الانقلاب أرجع إلى الشرعية مرة أخرى، أرجع إلى الوثيقة الدستورية لو كان هذا هم صادقين في هذا. فهم نفسهم غير شرعيين، بمعنى أنه هم ما بيدافعوا عن الشرعية لأنه هم نفسهم ينقلبوا على الشرعية، هم يدافعوا عن انفرادهم بالسلطة. الدعم السريع كارثة، ليس لدي شك في ذلك، واستشراء وتمدد الدعم السريع كارثي، لكن بالمنطقة المباشرة الآن نتيجة للأمر الواقع، هل هم استطاعوا أنه يدحضوا الدعم السريع عسكريا؟ هل استطاعوا؟ طوال الفترة الماضية حصل تقدم في بعض المناطق في أم درمان، هذا كل شيء، ولكن الدعم السريع موجود في دارفور كلها، الدعم السريع موجود في وسط السودان، الدعم السريع موجود على تخوم نهر النيل والشمالية، موجود قريب جدا من مناطق القدارف وكسلة بشكل واضح ومباشر. إذا كنا واقعيين من الواضح جدا إنه هذه الحرب يمكن أن تستمر لسنوات. أنا برضو أقول لك الدعم السريع لن يستطيع أن يسيطر على كل السودان، ليست لديه قدرة على إدارة قوات وإدارة مناطق في كل هذه المنطقة. للدعم السريع قادر على أنه ينهي المعركة لمصلحته، وللجيش قادر على دحر الدعم السريع وإنهاء المعركة لمصلحته تماما، ولذلك سيظل المواطنون السودانيين ملايين في 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 ظل هذه المطحنة. لذلك حسابات الأمر الواقع تقول فليذهبوا إلى التفاوض. أما في هذا التفاوض الكلام اللي قاله ياسر العطا، أنا أعتقد أنه كل القوى المدنية لا ترغب في أن يكون الدعم السريع جزء من ترتيبات المرحلة القادمة سياسيا ولا القيادة الحالية للقوات المسلحة. الشباب خرجوا لمدة عامين في الشوارع كان بيهتفوا العسكر للسكنات والجنجوية تحل، كانت قوات الجيش تقتلهم في الشارع، قتلت أكثر من 200 شاب مدني في مقتبل العمر، كانوا بيقدموا في المطالب اللي الجيش اكتشفها الآن، واكتشف كما ذكرت لأغراض ذاتية وليس حفاظا على الشرعية وسيادة الدولة. طيب أستاذ مرغني، أنا يعني عايز حقيقة أصل لمعلومات، يعني أنا محظوظ اليوم معايا ثلاثة من كبار الصحفيين في السودان. من حيث المعلومات، هل هناك أي شيء يشير إلى قرب يعني عقد أو العودة إلى منبر جدة من قبل الطرفين، من قبل الجيش السوداني والدعم السريع، أم لا يوجد أي معلومات في هذا السياق؟ لا، يعني العودة إلى منبر جدة الآن ليس هناك أي إرهاقات، ليس هناك أي عمل خلف الكواليس للعودة من الدولتين الميسرتين لهذا المسار جدة. ربما التطورات التي جاءت أخيرا في العاصمة البحرينية المنامة قد تكون هي تجاوزت حتى جدة، لأن أولا جاءت بمستوى رفيع أكثر على المستوى الجيش والدعم السريع، وجاءت بأرضية وساطة خماسية هذه المرة، ودول مؤثرة جدا في المشهد السوداني تستطيع أن تؤثر فعلا على الأوضاع فيه. فنعتقد أن هناك الآن ربما مرحلة جديدة من التفاوض، لكن ليست في النقطة التي وقفت فيها مفاوضات جدة، لأن مفاوضات جدة في النهاية استك، يعني وصلت لمرحلة عدم القدرة على يعني في تفاوض الآن يا أستاذ مرغني. يعني هل في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، يعني أقصد الأيام،
هل هناك حالة تفاوت تجري بين الجيش والدعم السريع؟ للدهشة يعني هذا التفاوض لم يتوقف على الإطلاق، وأنا أعتقد أن المسافة أقصر كثير جدا مما يتخيل الذين المراقبين عن الذين ينظرون إليها من الخارج، باعتبار أن هناك حرب ودماء تسيل، لكن المسافة قريبة جدا، وللأسف حتى الخلافات ليست بعيدة بين الطرفين، وذلك ناتج حتى القيادات في الطرفين قابلة لأنها تتبادل هذه القيادات بسهولة جدا، باعتبار أن من الممكن أن يكون هناك قيادات في الدعم السريع هي كانت أصلا في الجيش، وقيادات أخرى في الجيش من الممكن والمحتمل أن تكون في الدعم السريع. فأنا أعتقد أن أين تجرى هذه، يعني أين يجرى هذا التفاوض؟ التفاوض ربما يتخذ عدة مستويات، أحيانا مستويات مباشرة مع قيادات ميدانية، مستويات سياسية مع قيادات الدعم السريع بمختلف مستويات هذه القيادة العليا، إذا كانت على مستوى قائد الدعم السريع، نائب قائد ثاني الدعم السريع، أو قيادات أخرى سياسية في الدعم السريع، أو عبر ربما أطراف مؤثرة على الطرفين، يعني يكون هناك أيضا تفاوض لكن عبر أطراف هي تتحدث نيابة عن الطرفين سياسية أو أطراف إقليمية. فهي أنا أعتقد لم تنقطع، وأنا أعتقد أن هذا المسار في النهاية هو الذي سينشط، والذي نخشاه بصراحة يا أستاذ أحمد هو أن يؤدي ذلك في النهاية أن يكون بدل المواجهة بين الجيش والدعم السريع تصبح المواجهة بين القوى العسكرية مجتمعة مع القوى السياسية مجتمعة، وهذا للأسف سيكون أسوأ نهاية لهذه الحرب، أن تنتهي بانتصار العسكريين على المدنيين بصورة كاملة، بمعنى أن تحل القضايا العالقة بين الطرفين العسكريين بما يمكن أن يكون قسمة مشتركة يرضاها الطرفان، ثم بعد ذلك يصبح في المواجهة الأطراف المدنية هي في ضفة أخرى، وهي التي في نهاية هذا الوضع قد يشكل مستقبل السودان، ويكون للأسف الشديد أن تنتهي هذه الحرب إلى هذه النهاية. وبالتالي أي حديث وأي حلم عن التحول المدني ديمقراطي في هذه الحالة لن يكون له أي مؤشرات أو أي أفق حقيقي. نعم صحيح، لكن بس لو سمحت لي هنا للاختلاف مع وجهة نظر الأخ فيصل، بأن إذا قيست بعد ذلك يعني إذا حاولنا أن نجد من الملوم في هذا، أنا أعتقد من الصعوبة بمكان أن يكون هناك طرف واحد هو الملوم العسكري. نقطة الصفر التي لازم أن نحن الآن في أقصى نقطة الحرب بين الطرفين العسكريين وبين القوى السياسية أيضا هناك حرب، لكن نقطة الصفر التي بدأنا فيها هي يوم الخميس 11 أبريل 2019 حيث كانت القوة كل القوة في يد المكون المدني، هو الذي أطاح بنظام ديكتاتوري عنيد جدا ونظام مدجج بالسلاح، أطاح به الشعب بقوة سلمية واستلم الحكم في ذلك اليوم. يصبح في هذه اللحظة المدنيين هم الذين يجب أن يشكلوا المشهد، فيصبح السؤال الكبير لماذا انتقل كفة القوة للجانب العسكري رغم أنهم كانوا في أضعف حالاتهم، لأن الشارع في تلك اللحظة كان هو الذي سيطر على المشهد. هنا يصبح المسؤولية على الذي فرط في السلطة وفي القوة وأعطى الطرف الآخر العسكري فعلا الفرصة بعد ذلك بأن يتمدد بصورة تدريجية في اللجان في العمل في السيطرة على كل الدولة إلى أن يصل مرحلة الانقلاب على الدولة كلها. شكرا. بعد أن استسهل هذا الانقلاب. أستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القاهرة. أستاذ عطاف، يعني سؤال أخير، أنا أعلم كل ما ينشر الآن على صفحات الصحف السودانية أصبح يثير الكثير من اللغط، خصوصا ما يتعلق به بالتفاوض أو حراك داخل القوات المسلحة. ما ذكره الأستاذ مرغني من أن هناك حالة التفاوض لم تتوقف، ولعل يعني الهوة أصبحت أقل من ذي قبل، أنت كصحفي هل لديك معلومات في هذا السياق؟ أعتقد معلوماتي تقول أنه هناك طرف آخر دخل في هذا المشهد، والمبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة رمضان العبابرة هو دبلوماسي جزائري ورئيس هو وزير خارجية سابق، وله من الحين في زيارته الأخيرة للسعودية فتحدث مع المسؤولين هنالك، وعقب ذلك أيضا زيارة بلينكين الأخيرة تم التحدث، وأيضا نوقش هذا الأمر ما بين ولي العهد السعودي والأمير القطري، فكل الأمور أنه في دعم لمنبر جدة لأنه هو معني بالقضايا الإنسانية تحديدا، وهذا ما يهم، لأن العالم الآن هو رفع يده، حتى مسؤول اليونيسيف ومسؤول الأغذية العالمية يقول العالم
أصبح السودان نسيا منسيا. أنا ما يهمني الآن حقيقة قبل الوصول إلى اتفاق سلام الوصول إلى المضطرين على الأرض وتدفق الإغاثة الإنسانية. هذا ما أكده من برجدة وما أكده الوسط الخليجي، لأن الدعم يأتي من هنا. يعني حتى الآن لا توجد دعومات تأتي من العالم. أخي أحمد، هذا أمر صعب جدا. يعني العك السياسي الحاصل أنا أعتقد تطول أمده، لازم هذه لن تنتهي من عشية أو ضحاها أو أشهر القادمة، لكن على الأقل يكون في إيقاف لإطلاق نار ووصال المساعدات الإنسانية. عموما أنا معلوماتي تقول أن أيضا أؤكد على ما قاله الأمين عثمان مرغني إن المفاوضات جارية ولم تنقطع، يعني هي على نقاط عديدة. حتى في الصعيد الميداني أصبحت الآن هنالك مفاوضات جارية. وعطفا على ذلك أيضا وصلتني معلومات بالأمس أن الدعم السريع تمكن من إخلاء أسره وأسر جنوده الذين قاموا بالتمرد وقاموا باحتلال منازل المواطنين في القرقون تحديدا، وقاموا بذهاب إلى شرق النيل وتحديدا في مناطق شمال شرق النيل، وكانت إجداء العديد من الأسر الآن. فهذه معلومات جديدة إنه تم. لا، هذه نقطة مهمة عطاف، يعني اسمح لي. أنت تقول أن الدعم السريع أخرج الأسر التي التابعة له التي كانت تحتل عدد من منازل المواطنين في الخرطوم، لأن الصوت غير جيد. يعني هذا حدث بالفعل؟ حدث بالفعل نعم، وهذا أكدنا من مصادر عسكرية، تمام، مصادر عسكرية كبرى أيضا، يعني حتى هي في الشرطة يعني أكدت لنا هذا الأمر. فهذا طبعا بالنسبة لي مثير للدهشة. يعني هل تم دعني أختم مع أستاذ نعم، لعل يعني غدا إن شاء الله ممكن نفتح هذا الملف أكثر، لكن أختم معك أستاذ فيصل وأتمنى إجابة مختصرة. تحدثنا كثيرا عن الجيش، عن الدعم السريع، من يتحمل المسؤولية، لكن هناك مسؤولية ملقاة على القوى السياسية التي لم تستطع أن تبني جبهة تتجاوز بها إخفاقات وخلافات الماضي والسنوات الماضية حتى هذه اللحظة. هل هذا صحيح أم لا؟ بالتأكيد أنا لست من إلقاء اللوم على طرف آخر وإخلاء سبيل طرف. يعني الموضوع ليس هلال مريخ وكذا وكذا، في مسؤولية مشتركة. ممكن تكون في تفاوت في قدر التحمل تاع المسؤولية، لكن القوى المدنية، أنا بتفق برضو مع الأستاذ عثمان مرغني، لست مختلفا معه. أنا أعتقد أنه القيادة السياسية للثورة في ذلك الوقت في أبريل 2019 اللي هي قيادة الحرية والتغيير لم تستطع أن تستثمر الدعم الشعبي الكبير لمصلحتها بحيث أنها تكون ميزان القوى لمصلحتها. بدأت بشراكة، يمكن تكون شراكة أمر واقع، لكنها صارت تضعف. وفي أي شراكة، شراكة أمر واقع، إذا ضعف طرف سيستقوى الطرف الثاني. فقطعا القوى المدنية وعلى رأس قيادة سياسية للثورة في ذلك الوقت الحرية والتغيير، ثم القوى السياسية بشكل عام مسؤولة عن هذا الضعف، مسؤولة عن عدم قدرتها على الاتفاق، مسؤولة عن أنه بعضها لجأ للتحالف مع العساكر في مواجهة قوى سياسية ومدنية أخرى للاستغواء بها. بينما كانت أنا أعتقد أنه أي قوة سياسية حقيقية عندها علاقة حديثة في السودان أنه العسكر يعود إلى السكنات وتتنافس القوى المدنية السياسية فيما بينها بوسائل ديمقراطية، يتحول الصراع العنيف إلى تنافس على صناديق الانتخابات. لكن هذه مرحلة كان لابد من أنه تسبقها مرحلة انتقالية. وأعتقد أنه القوى السياسية مسؤولة عن أنها لم تستطيع أن تمسك جيدا بعنان السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وفرطت وأعطت للمكون العسكري بجناحيه أن يتغول على ذلك ثم يفيض التجربة بكاملها. شكرا جزيلا سيد فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني السابق، الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر سيد عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني. شكرا جزيلا لكما، وكالعادة شكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا نلتقيكم في نافذة جديدة لتطورات الأوضاع في السودان. أما الآن فأترككم في رعاية الله وأمنه.